للحديث عن الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى واستمرار الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس، معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد حرارة المختص بالشان المقدسي. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك ضيفنا في الاستوديو. اقتحامات الصهاينة للمسجد الأقصى في الذكرى 53 لإحراقه عام 1969، يعني في الذكرى 53 تكرار الاقتحامات، ما الرسالة التي يريد الصهاينة إرسالها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة المحتل الغاصب في إحياء الاقتحامات في مثل هذه الذكرى الأليمة التي عاشها أبناء القدس منذ 53 عاما، يريد أن يثبتوا للمنتخب الإسرائيلي أنهم أصحاب السيادة على المسجد الأقصى. يقتحمون المسجد الأقصى في كل يوم، ولكن في مثل هذه الذكرى في مثل هذا اليوم يريد أن يؤكدوا للمنتخب الإسرائيلي فقط ليثبتوا 53 سنة النار ما زالت مشتعلة ولم يستطع اليهود أن يعلنوا أنهم أصحاب السيادة على المسجد الأقصى. هل هذه محاولة أيضا لتهويد القدس مرة أخرى؟ الغاية من احتلال فلسطين هو السيطرة والتهويد على قلب القضية الفلسطينية، ألا وهو المسجد الأقصى. اليهود اغتصبوا كامل فلسطين منذ عام 48، أخذوا ثلثي الأرض. في عام 67 استولوا على كامل فلسطين وعلى أجزاء من سوريا ومن لبنان ومن مصر ومن الأردن، وبالرغم من ذلك كله ما استطاعوا أن يؤكدوا ويقنعوا شعوبهم أو أبنائهم أو رعاياهم بأنهم هم المسيطرون وهم المالكون لهذه الأرض. التهويد، جربوا كل الوسائل، هودوا الأرض، هودوا الإنسان، هودوا الحجر. بداية محاولة إحراق المسجد الأقصى وإحراقه فعلا هي بداية للتهويد، تهويد المسجد الأقصى. محاولات التهويد شملت الحجر والشجر والبشر. كانوا يستعجلون الوعد المزعوم بأنهم يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا ما يسمى بالهيكل المزعوم، لكنهم عندما أحرقوا المسجد الأقصى في تلك الفترة والأيام، كانت رئيسة الوزراء جولدا مائير عندما جاء هذا اليهودي الأسترالي ستيفن روهن ليحرق المسجد الأقصى، قالت جولدا مائير: كان أصعب يوم مر على حياتي، لأني كنت أتوقع أن تثور الأمة العربية بجيوشها وقواتها انتقاماً لحرق المسجد الأقصى. إذن أنت تتفق مع من يقول بأن ردود الفعل العربية والإسلامية حينها على إحراق المسجد الأقصى لم تكن بمستوى التحدي وحجم الكارثة، وبالتالي وصل الوضع الحالي لما هو عليه بهذا السبب؟ للأسف المواقف الرسمية للدول العربية كانت مخزية، عيشونا سنوات طويلة في الشجب والإدانة والاستنكار، إلى أن وصل الأمر نتمنى منهم أن يشجبوا أو يدينوا أو يستنكروا. الآن دخلوا للأسف مراحل التطبيع والإدانة للمقاومة والاتهام للشعب المرابط والصامد على أرض فلسطين. كيف أسهمت برأيك يعني الإرادة الشعبية في وضع حد لمحاولة التهويد؟ أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل عندما التزموا المسجد الأقصى، عندما عاشوا داخل أسوار المسجد الأقصى بما يسمى الرباط، منعوا ما يسمى من مزاعم اليهود بالتطبيع أو الزماني والمكاني، حاولوا أن يقسموا المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. طول فترة 53 سنة أو 55 سنة من 67 ما استطاع اليهود أن يعلنوا أن لهم سنتيمتر واحد في مساحة 144
ألف متر مربع مساحة المسجد الأقصى. هذا بصمود الشعب الذين يحتشدوا ويرابطوا رجال ونساء هم في الداخل. الإرادة الشعبية تقوم نيابة عن الأمة، عن الأمة الإسلامية في كل مكان، في الدفاع عن المسجد الأقصى، وهي من تمنع محاولات اليهود في سياسة الخطوة خطوة. يجتاحون في اليوم، يحاولون إحراقه، يحاولون نسفه، يحاولون هدمه. الآن أسوار المسجد الأقصى يضع يسكب اليهود فيها المواد الكيماوية الحارقة حتى تتساقط. الأنفاق والحفريات تحت المسجد الأقصى، يقول سدنة وحراس المسجد الأقصى ما عاد شبرا تحت المسجد الأقصى إلا وتحته نفق. الأنفاق عبارة عن أربع طوابق بنايات، أربع طوافق تمر طولها، طول بعضها يصل إلى 500 متر. أقاموا داخل هذه الأنفاق تحت الأرض المعابد والكنس، ووضعوا ما يهيئون له لبناء الهيكل. يقولون للفلسطينيين ليس لكم إلا سطح الأرض، سطح المسجد، لنا باطن الأرض وسماء الأرض. وللأسف حتى سطح الأرض يحاول أن يستولوا عليها ويغتصبوها. ألا تعتقد أستاذ أحمد أنه ينبغي على الشعب الفلسطيني الآن أن يمتلك أدوات أخرى جديدة لمواجهة هذا التأثير على القضية الفلسطينية في ضوء يعني المستجدات الدولية، في ضوء الإدارات الأمريكية المتغيرة؟ الشعب الفلسطيني شعب مبتكر. عندما جاء اليهود جاءوا بسياسة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، لكن وجود الشعب الفلسطيني لم يعطي الفرصة ليحققوا هذا الحلم وهذه الادعاءات. الشعب الفلسطيني آخر ما وصل إليه في العام الماضي رفع وشهر سيف القدس، سيف القدس من خلال الصواريخ التي انطلقت من غزة. مخازن الجيوش العربية ملأ بكل أنواع الأسلحة، لكن غزة المحاصرة أكبر قطعة في الأرض يعني تعيش الحصار والمنع، خرجت منها مئات الصواريخ لتقول لليهود ارفعوا أيديكم عن المسجد الأقصى، ارفعوا أيديكم عن بيت المقدس، إلا بيت المقدس. فالابتكارات في المواجهة في كل يوم، نرى إطلاق نار على هذا الجيش المدجج بالسلاح. اليهود بكل ما لديهم من قوة لم يستطيعوا أن يقتحموا مخيم جنين، لم يستطيعوا أن يقتحموا الأماكن التي يعيش فيها المقاومين بأسلحتهم. هم فقط يبينوا للعالم بأنهم قوة تمتلك كل الإمكانات، يمتلكونها نعم، لكن قلوبهم هي الوجلة، قلوبهم هي التي لا حياة فيها. هم يعيشون على دعم الغرب لهم ودعم أمريكا، وللأسف دعم بعض الأنظمة العربية. ماذا عن دور الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية؟ يعني الأصهاينة يعني يراهنون على أن دور المقاومة هنا قد تراجع، إلى أين مدى ذلك صحيح؟ انظر إلى السجون، انظر إلى البيوت التي تهدم، انظر إلى الجرحى في المستشفيات، انظر إلى حالات الاعتقال أثناء الاقتحامات، انظر إلى العلم الفلسطيني الذي يرفع في أزقة وحواري مدينة بيت المقدس. هذا كله يدلل على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني. قليلا من أبناء فلسطين انتهجوا نهج السياسة، تركوا الخنادق وذهبوا إلى الفنادق. 25 سنة ما زادت هذه المفاوضات الشعب الفلسطيني إلا خسارة، ما زادت إلا بناء مستوطنات، ما زادت إلا ضعف في وجود القوة للفلسطينيين. ما بين أبناء الشعب الواحد استطاع اليهود أن يفرقوا بأن هناك أسياد وأن هناك عبيد. العبيد هم أبناء المقاومة كما يدعون أنهم عبيد، لكن السادة هؤلاء هم الذين باعوا كل شيء وليس لهم أي قيمة. وسيثبت التاريخ
أن الرجال الحقيقيين هم الذين سيتحقق على أيديهم الوعد المكتوب. الآن هناك مستجدات جديدة فيما يخص يعني الحداثة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهل ترى أن الشباب العربي والمسلم الآن في خضم هذه الأزمة وهذا الصراع يعني إن صح التعبير، تراه يعني يقف على مستوى التحدي متحملا هذه القيم عارفا بها مدركا للرسالة التي من المفترض أن يحملها؟ أنت تعرف أن مواقع التواصل الإلكتروني والاجتماعي هذه المسيطر عليها مؤيد لهذا الكيان وداعم لهذا الكيان. يعتقل اليوم الشاب الفلسطيني مقابل تغريدة في حسابه ويسجن عليها ويعاقب، يطلقون الذباب الإلكتروني لمقاومة الفكرة الحقيقية وتأييد مزاعم هذا الكيان وتأييد التطبيع أيضا وتأييد التطبيع والمطبعين. لكن أبناء فلسطين الجيل الجديد الصغار أقاموا ما يسمى بالنحل الإلكتروني، هم ذباب والذباب لا يأتي إلا بالقذران. النحل الذي يقاوم هذا الواقع من خلال ما فتح الله به عليه من العلم ومن الإمكانات، ويستخدم هذه التكنولوجيا التي يحاول أن يجيروها ويفسد فيها واقع الشعب الفلسطيني. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الدعاوي عندما يريد الحشد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يريد النصرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان في الماضي عندما يريد أن يحشد إلى المسجد الأقصى نسمع الصيحات من مآذن من مكبرات المآذن، اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هناك دعم لفجر الصمود، للفجر الكبير، ويأتي الناس بعشرات الآلاف رغم الحواجز والحدود والسدود التي يصنعها الاحتلال. بغض النظر عن يعني مواقف الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية، هنا نأتي على ما الذي ينبغي أن يكون من دور للشعوب العربية والمسلمة تجاه القضية الفلسطينية. أنا أقول ما يقوله أهل الداخل، أهل القدس وأهل غزة، أمتنا الكريمة، والله لا نريد لك إلا العزة، نريد لك أن تشاركينا في فرصة التحرير وفرصة النصر. النصر موعودون به من الله وسيأتي كما بشرنا به نبينا محمد، لكن يحتاج إلى أيدي متوضئة، أيدي طاهرة. نريدكم أن تكونوا شركاءنا، لا نكتفي فقط بأن يخرج بعضكم بعض الدراهم ويقول أسقطت الواجب من عنقي. الواجب هذا جزء من عقيدة كل مسلم. المسجد الأقصى ليس مسجدا عاديا، هو آية في كتاب الله تتلى وستتلى إلى يوم الدين. الواجب بأن يكون كل مسلم مسؤول عن تقديم ما لديه لتحرير وتخليص المسجد الأقصى، ولدينا كثير في أمتنا، لدينا إمكانيات من إمكانيات بشرية وإمكانيات مادية، فقط علينا أن نعود إلى الله حتى يوفقنا الله عز وجل لتحقيق ما وعدنا به. شكرا لك ضيفي في الأستوديو الأستاذ أحمد حرارة المختص بالشأن المقدسي. بارك الله فيك.